لغايه ما الفنانه ناديه مصطفى بقت تروح للاستاذ حلمي رحمه الله، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وتيجي تقول لي اقول لها يا ناديه شوفي عايز ايه، يا ناديه شوفي عايز ايه. في اخر الايام الاخيره دي ناديه كلمتني وبعتت لي عشان ما اكونش كاذب رسائل صوتيه قاتله، رسائل صوتيه مكانها الوحيد القانون. فيها ايه الرسائل دي؟ مجملها ايه؟ لا ما ينفعش خالص. بمعنى ايه؟ ما ينفعش. ما هو معلش لازم تقول. بمعنى فوق معالك يتخيل. ايوه ايه؟ فوق معالك يتخيل. ايه اللي فوق عالي ما يتخيله؟ مش هنتكلم بالالغاز. الحقوا الاستاذ حليم. من ايه؟ بيتعمل فيه ايه يعني؟ كل اللي يخطر لك. انت ما بتوجهش تهمه لحد. انا اسف. بيتعمل فيه خلي بالك اصل انا برضه في حرج دلوقتي، انت بتطلعي تقرير لمين دلوقتي؟ مين ده؟ مين اللي كان موجود معانا على الشاشه؟ ابنه. ابنه فين؟ ما اعرفش. هنا في مصر. دي امور بتاعته ونبقى احنا سبورت بقى. طب ابنه شاف الرسائل دي؟ ايه؟ ابنه سمع الكلام ده؟ كل حاجه ناديه بعتها له كل حاجه، وناديه كانت على علاقه بيه وعلى اتصال بيه، ولما كلمتني قالت لي مصطفى هشام حلمي بكر عايز يكلمك. قلت لها ليه؟ تكلمني ليه؟ كنت انا بشوف للخصم بتاعه ان هي بتقول ان هو جه هنا وما شافش. قلت لها طب ما الناس بتقول انه كان موجود هنا ما شافش ابوه، بيكلمني ليه من بره؟ ده قبل المره دي؟ قبل خالص، قبل المجيه دي خالص. الكلام ده من حوالي 15 يوم بالظبط. 15 يوم. لا معلش مش فاهمه، هو جه قبل الوفاه ب 15 يوم ومشي؟ انا بتفرج زيكم زي جمهور المشاهدين، الحقوا الاستاذ حلمي متاخد، الاستاذ حلمي المختط، الحاجات اللي كل السوشيال ميديا بيتكلم عنها. بتفرج زيكم. فمن ضمن ما هي قالت حاجات، قالت هو ابنه مين اللي جه هنا ما سالش على ابوه؟ فانا استغربت فسالت هو فعلا كان ابنه هنا؟ فقالوا طب ما سالش على الاستاذ حلمي فعلا؟ فقالوا فلما جت ناديه بتقول لي يا استاذ هشام حلمي بكره، قلت لها كلمني ليه؟ الحكايه مش محتاجه كلام، بيقولوا الراجل بينتهي. بيقولوا الراجل اللي بتقوله ده؟ استني زي ما بحكي، هو معايا رسائل، انا معايا رسائل على الواتس. ابنه بيدور على، قلت لها ليه يا ناديه؟ انت ليه؟ وانا اسف انا بقولها، قلت لها ليه يا ناديه؟ عايزه تدمري حياتي وحياه ولادي. انت بتدمريني يا ناديه؟ وكان معايا اخويا اركان على التليفون، فقالت لي العفو انا مش قصدي، بس قلت لها طب عايز مني ايه؟ هو ينزل لابوه. فراح بعت لي رساله الاعداد ما حضرتك شافها ان 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 الاستاذ هشام عايز يتواصل معاك ضروري جدا، وانا يعني مش عارف انت ليه بتعمل معايا كده. فردي كان ايه؟ ردي كان لو قانونا ان انا ابعت لكم المسجات انا بديها لكم، حد يأمني قانونا وانا ابعتها لكم عندي على الواتس بتاعي. لا قول مجملها. كان واضح ان انت حضرتك ايه المطلوب مني؟ انت كنت موجود في مصر ما سالتش على بابا ليه؟ ده حقيقي. انا بقول لحضرتك الرساله موجوده. يعني دي يعني رسائل مش حكايه. في فرق بين رسائل. حضرتك اتاكدت ان هو دخل مصر؟ ويعني ايه ما سالش على ابوه؟ امال هو كان جاي مصر ليه؟ بصي يا اسمع انا بقول لك قبل مين؟ يعني هو يعرف مين ده؟ واحد هو بقى هو لما كلمني، خليني امشي معاكي بس بتسلسل. انت حضرتك نزلت مصر، طب لما نزلت مصر ما سالتش على باباك ليه؟ ده في الرساله ده كل ده مكتوب. بس فحضرتك دلوقتي انا تم التعرض. طيب؟ انا وقفت وساندت والدي وحبيبي الاستاذ حلمي بكر مرات ومرات على مدى 7 سنوات، وتم التعرض لسمعتي، لان انا كان بقى ابتدت تتقال والنقابه وما راحتش وما ودتش وما عملتش، واصلي مصطفى كان، وعمال اقول ايه الله ايه المبرر؟ انا كده كده بعيد عنك، انا كده كده بقول لك يا بسمه انا بعيد عن البرنامج ده، ايه الداعي ان انت كل شويه تزجي باسمي؟ فرحت الرد كان واضح، من فضلك انزل لباباك لان انت اولى بيه من اي حد، ووقت ما تنزل احنا كلنا تحت امرك، بس انزل لبابا. تمام يا بسمه؟ تمام. راح بعت لي رساله صوتيه، انا كل اللي طبعا في مش هنعرف نتكلم واتس، الزملاء في الاعداد دلوقتي لان كله كان احنا كنا قاعدين بره بقالنا ساعه بنتكلم، ان انا مش هينفع الواتس، انا عايز اتكلم معاك، انت واخد عني فكره غلط. قلت له ولا غلط ولا صح، انا بقول لحضرتك انا خدت جنب خلاص، كفايه مصطفى كامل، مصطفى كامل والدافع ان انا بحب الراجل ده، يعني كل الهجوم اللي انا بتهاجمه ده عشان الراجل ده حبيبي. فراح مكلمني قال لي انا نزلت وكان عامل حادثه والحاجات اللي هو برضو قالها كلكم حضراتكم مش طب ايه امرني؟ طب امرني. قال لي بابا حاصل فيه وحاصل فيه، وبابا بيحصل فيه وبيحصل فيه، وبابا هيحصل فيه وهيحصل فيه. ده من امريكا بقى. من فضلك انزل، من فضلك انزل لباباك،